بس عايزين تعرفوا ايه الاساسيات اللي انتم محتاجينها لروتين بشرتكم في الجامعه وفي المدرسه علشان تخلوا بشرتكم فيها نضاره وجلو طبيعي من غير ما تضطروا ان انتم تحطوا ميك اب وانتم نازلين ومن غير ما تدفعوا فلوس كتير في منتجات كتير. قررت ان انا اعمل لكم خطوه بخطوه روتين اقتصادي لكل انواع البشره بمنتجات بتبدا من اول 50 جنيه، واغلى حاجه هنقولها النهارده يا جماعه مش هتكسر ال 200 جنيه مش توصل لها اصلا، وطبعا المنتجات رخيصه بس نينجا شبه ما متعودين ومعظمها طبعا موجود في الصيدليات وكمان موجود على نون عشان الناس اللي هي بتحب تشتري اونلاين، وهقول كده كام منتج كمان الناس اللي موجوده بره مصر عشان مش عايزه اي حد يتضايق مني خالص في الفيديو بتاع النهارده. ومش بس كده، هاخدكم بقى خطوه بخطوه هوريكم ازاي تنظموا الروتين ده على بشرتكم بطريقه صح علشان الناس اللي لسه هتبدا تعمل الروتين ده ليها اول سنه في الجامعه او في المدرسه تعرف ان هي تستفيد بكل منتج اقصى استفاده. وطبعا الناس اللي لسه بتتفرج عليا وما اشتركتش في القناه او الناس الجديده تشترك دلوقتي عشان تشوف كل الفيديوهات اللي هتنزل الفتره الجايه. قررت ان انا اعمل الفيديو ده بسبب ان انا ايام الجامعه كنت ببقى بحوش من المصروف بتاعي علشان اجيب اي غسول او مرطب انا نفسي فيه، كنت مبسوطه جدا الصراحه بالموضوع ده بس ما كنتش ببقى لاقيه دايما اللي يوجهني المنتجات تكون مثلا سعرها مناسب وفي نفس الوقت تكون فعاله على البشره، فعشان كده قلت اكيد في ناس حاسه بنفس احساسي وعايزين هم يحوشوا. كنت حريصه صراحه ان انا وانا بدور على المنتجات تكون اقتصاديه ان هي تكون برده موجوده على نون، لان انا لقيت ان نون عامل خصومات بمناسبه الرجوع للمدرسه، في كود خصم انتوا تقدروا تستخدموه اللي انا هحطه لكم على الشاشه لو انتوا حابين، يعني هيديكم خصم كمان اضافي فوق الخصومات اللي موجوده جوه، وهتلاقوا الحاجات جوه معمول عليها خصومات حلوه جدا جدا بجد تقدروا انكم تعملوا روتين كامل لبشرتكم من جوه. فخلونا نبدا كده باول خطوه في الروتين. انتوا عارفين ان هي الغسول، اول حاجه احنا طبعا بنستخدم الغسول تكون على بشره منديه، انا بليت بشرتي بس اكيد مش باينه معاكم يعني عشان التصوير. هقول لكم دلوقتي على غسولات للبشره الجافه والعاديه، غسولات حلوه جدا يا جماعه واسعارها اقتصاديه جدا. اول واحد فيهم هو ايفا كولاجين وايفا بالهيالورونيك اسيد، ده من الحاجات الممتازه، وغسول بوبانا. احنا بنعمل اول خطوه الصبح قبل ما نصحى قبل ما ننزل الجامعه هي اننا بنغسل بشرتنا بالغسول، وشبه ما كنت منزله لكم قبل كده ازاي تستخدموا الغسول بطريقه صح هتلاقوا فيديو كامل على اليوتيوب، هتلاقوا انواع غسولات كتير جدا غير الانواع اللي انا قلتها لك. انا لسه حالا زي ما انتم شايفين فاتحه الغسول بتاع ليلاك لسه النهارده، دي اول تجربه لي، سالتوني كتير على الانستجرام عن رايي فيهم فانا هبدا اجرب منتجاتهم وهبقول لكم بقى على الانستجرام ان شاء الله رايي فيهم عباره عن ايه. وطبعا عشان انتم عارفين احنا بنسيب الغسول 30 ثانيه وبعد كده نشطفه. احنا بقى يا جماعه لو بشرتنا دهنيه او مختلطه فاكتر غسولات انا بستخدمها عشان انا بشرتي دهنيه، اول حاجه غسول كيارا، ده كان غسولات كويسه جدا، غسول درماتيك، غسول اكرين، من الغسولات الحلوه واللي سعرها هتلاقوه كويس، من الغسولات يا جماعه اللي سعرها غالي بس هي فعلا كويسه بالنسبه للبشره الجافه والعاديه. غسول سيرافي هيدريتنج، غسول ليبيكور بتاع لاروش، وغسول بايديرما اتوديرم، وفي نفس الفكره المرطبات بتاعتهم هي برده هتكون كويسه وسعرها بس بيكون غالي شويه. البشره الدهنيه بقى والمختلط لاروش ايفا كلارك من الحاجات الكويسه جدا معايا اللي انا جربته، وغسول فيتشي نور مادرن حلو جدا جدا وخصوصا الناس اللي بشرتها كمان معرضه للحبوب. بعد ما بنغسل بشرتنا يا جماعه الصبح المفروض اننا بنحط على طول المرطب بتاع البشره، بصوا برده انا لسه جايبه برده المرطب بتاع ليلاك اهو اول استخدام، يعني الناس اللي بشرتها جافه وعاديه عايزه اقول لكم ان انا والله يعني كنت اتمنى ان انا اكون زيكم، لان حرفيا معظم المرطبات اللي بتكون اقتصاديه بتكون طبعا مناسبه جدا ليك. هبت بانسينول او اي كريم فيه كلمه بعد كده بانسينول بيكون مناسب جدا ليكم، وهتلاقوا برده في عروض كتير جدا بتنزل على الكلي وميتشرايزنج كريم للبشره الجافه والعاديه، وبرده من الكريمات الكويسه جدا. من الكريمات اللي انا بحبها جدا للبشره الجافه والعاديه هو كريم مويست وان، ترطيبه عميق جدا في دبان عادي صح. وطبعا في كريم ريفي 2 والجينيكا مويست ينفع طبعا ليهم، وهتلاقوا يا جماعه فيديو برده للمرطبات كامله ممكن تقدروا تخشوا فيه لو انتوا عايزين انواع ثانيه، بس في انواع بتبقى اغلى شويه. بالنسبه بقى للبشره الدهنيه والمختلطه احنا شويه بنعاني علشان المرطب بنكون حريصين ان هو ما يطلعلناش حبوب، بس كده خليني اقول لكم على كام مرطب بيعتبر في اسعارها مش عاليه وبرده بتلاقوا عليهم عروض وبيكون كويسين. مرطب ديرماتيك، مرطب سيبا كلور هايدرا، في بقى مرطبات شويه غاليه انا جربتها الفتره الاخيره وكانت كويسه، هو السيرم ده بتاع 9 تايمز، السيرم ده كان فيه سيرامايدز وفيها هيالورونيك اسيد، هو مناسب لكل انواع البشره بيبقى فيهم الدهنيه والمختلطه وترطيبه كان كويس، وكان بالنسبه لي 2 في 1 اللي هو بيرطب وفي نفس الوقت هو سيرم، يعني البشره هتستفيد بالمواد الفعاله اللي فيه اقصى استفاده، بس طبعا سعره غالي شويه. المرطب بتاع نود تينيكلز ده برده سعره يعتبر مش قليل، سعره غالي بس من الحاجات برده اللي انا حبيتها، حبيت ان انا اقولهم علشان لو الناس جربت الانواع اللي انا قلتها دي وما جاتش معاهم وعايزين يجربوا حاجات شويه تكون في ليفل اعلى ويكون برده ترطيبها كويس. البشره الدهنيه والمختلطه نصيحه مني ليكم كحد عانى سنين حياته من الحبوب وما زلت بعاني لو استخدمت منتج مش مناسب لبشرتي اللي من المنتجات اللي انا بجربها لكم، بلاش ان احنا نستخسر في المرطب، المرطب بالذات لازم نكون متاكدين ان هو مناسب لينا عشان ما يطلعناش حبوب او ما يسدش معانا المسام ونلاقي ان بشرتنا اتبهدلت وما بنكونش عارفين ايه هو السبب. اي حد محتار في اي منتج يا جماعه بصفه عامه بقى يلا اكتبوا لي في الكومنتات دلوقتي وانا هساعدكم هو مناسب لنوع بشرتكم ولا لا. من المرطبات الغاليه واللي بره مصر واللي انا بحبها جدا الاتوديرم بتاع بايديرما، ده تحفه حرفيا للبشره الجافه والعاديه، ومرطب السيرافي الكريم
ده هيكون كويس للبشره الجافه وللعاديه. بالنسبه بقى للبشره الدهنيه والمختلطه، انا بحب قوي اللاروش ايفاكلار اتش، بس هو سعره دلوقتي غالي قوي في مصر الصراحه. وطبعا بحب جدا اللي هو الميدي توبيك اكوا تشاتل، من الحاجات الكويسه جدا وترطيبها كويس. السيتافيل مرطب للبشره الدهنيه والمختلطه، ده من الحاجات الحلوه جدا. انتم ملاحظين ان انا بعد ما غسلت بشرتي بس وحطيت المرطب، بدات البشره تكون فيها مضاره. للناس اللي هي فاكره ان خطوه المرطب دي خطوه رفاهيه، خطوه ملهاش لازمه، المرطب يا جماعه خطوه اساسيه. حتى لو بشرتك دهنيه او مختلطه، المرطب مهم جدا جدا ليكي، هو ده اللي هرمم معاكي حاجز بشرتك اللي بالتبعيه هيمنع ان يظهر لك حبوب. الخطوه الثالثه بقى اللي المفروض بنعملها قبل ما ننزل الجامعه او المدرسه، ان احنا طبعا نستخدم واقي الشمس على بشرتنا. طبعا بما اني مش هنزل، بس هوريكم دلوقتي الكميه من واقي الشمس. انا بقالي اسبوعين بجرب بتاع سكين سايد، قريب جدا ان شاء الله هكلمكم عنه على الانستجرام واقول لكم رايي فيه بالظبط، ايه الحلو ايه الوحش كده. المهم احنا بنحط الواقي الشمس مقدار بالظبط صباعين، بنوزعه على بشرتنا بالطريقه اللي انا كنت قايله لكم عليها. هوزعه، رجعت في كلامي عشان برضو الناس اللي هي اول مره تعمل روتين ما تبقاش متلخبطه. باخد نص الكميه الاول واوزعها على البشره، وبعد كده اخد نص الكميه الثانيه احطها واوزعها عشان ما كنت قايله لكم، عشان ما احسش ان واقي الشمس عامل لون ابيض او مغير على بشرتي. والتركيه دي بجد هي اللي هتفرق قوي 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 معاكم. تعالوا بقى نقول انواع واقيات الشمس. خلينا كده نتكلم بصفه عامه عن الواقيات اللي انا جربتها بقى الصيف ده وكانت كويسه معايا. هنبدا بارخص حاجه انا جربتها وفعلا اضمنها للجميع، هو كان وايتن سان سكرين. حلو جدا، مفيش حد جايبه بعد ما رشحته غير وقال لي ان هو كان تحفه معايا الحمد لله، وسعره يعتبر كويس في الفئه السعريه المتوسطه اللي احنا ما تخطيناش ال 200 جنيه. وفي طبعا حاجات تانية انا كنت مجربها قبل كده وكنت مكلمكم عنها في فيديو سان سكرين، شبه مثلا الكولاجرا لوشن كان حلو معايا، بس انا ما جربتش السنه دي الكولاجرا جيل كريم، مش عارفه هو كويس ولا لا. انا بحب لما اتكلم عن سان سكرين يكون عن منتج انا عارفه تركيبته ان هي كويسه، وعن تجربه تكون معايا كويسه، وخصوصا في السان سكرين، لان في انواع كتير جدا بيكون مكتوب كلام على العلبه وبنلاقي كلام تاني جوه المنتج لما نيجي نجربه. زي مثلا ان تلاقي المنتج بيعمل لمعه في بشرتك وهو مكتوب ان هو ما بيعملش لمعه، شبه مثلا المنتج تلاقيه بيعرق بشرتك وهكذا. فعشان كده انا محتاجه منكم مساعده في انواع هقولها دلوقتي، فعايزه الناس اللي هتكون جربت الانواع اللي انا هقولها حالا تقول لنا رايهم تحت في الكومنتات، بحيث ان احنا يبقى الفيديو ده كله بيساعد بعض. اول واحد هو الفاكيشن لوشن سان سكرين، بنات كتير قوي قالوا لي ان هو حجمه كان كبير وكان كويس جدا معاهم. الكليو سان سكرين برده الفتره الاخيره كذا حد قال لي ان هو جربه كان حلو على عكس المتوقع. وطبعا الديرماتيك ماتيفاينج سان سكرين انا جربته مره واحده، كان كويس في الامتصاص، هو كان بس بيعمل لمعه خفيفه، فمش وحش مقابل للسعر والعروض اللي هم دايما بينزلوا عليهم. عشان ما قلت لكم ان انا كنت حريصه ان انا اجيب لكم منتجات يكون عليها عروض وتكون الكواليتي بتاعتها كويسه. وايتن ينفع لكل انواع البشره، ديرماتيك وكليو برده ينفعوا لكل انواع البشره وبما فيهم البشره الدهنيه والمختلطه والمعرضه للحبوب. فاكيشن لوشن ده برده ينفع لكل انواع البشره. وطبعا يا جماعه انا ما جربتش خالص خالص ولا اي حاجه من اصدارات بوبي كل تقريبا شويه بتنزل اصدار جديد من واقي الشمس بتاعها، فانا مش عارفه الصراحه مين فيهم احسن حاجه، فيا ريت تقولوا لنا في الكومنتات. الاصدار بتاع السنه اللي فاتت ما كانش عاجبني، وكانت ناس كتير جدا بتشتكي ان هو بيطلع لها حبوب، بس اعتقد ان هي الاصدارات الحديثه ممكن يكونوا عدلوا الموضوع ده. فاحتاج طبعا مساعدتكم في الكومنتات لاني بتسال كتير قوي عن بوبي وانا مش قادره ان انا احكم عليه الصراحه. شويه بقى واقيات شمس غاليه شويه وانا بحبها، وخصوصا شويه ما قلت لكم التنتد سان سكرين، كنت قايل لكم على الافين كومباكت سان سكرين من الحاجات اللي انا بحبها جدا. الفيتشي كابيتال سولاي من الحاجات الممتازه لكل انواع البشره بس. وطبعا اخر واحد من الحاجات كويسة اللي هو اللاروش انتيليس التشاكا فلويد، ده من الحاجات الحلوه جدا وكل اللي جربوهم كانوا شكروا فيه. الواقيات الشمس المستورده شويه سعرها بقى غالي، يعني احنا بنتكلم في 600 جنيه وطالع، فطبعا هو بره خالص محتوى الفيديو بتاع النهارده، بس انا حبيت برضه اقولهم للناس اللي بره مصر. بس طبعا ما تنسوش وانتوا نازلين ان انتوا تحطوا زبده الكاكاو بتاعتكم، وهي بقى لو تجيبوا زبده كاكاو يكون فيها عامل حمايه من الشمس. يعني هو صراحه دي سيراميد، هي اكيد سعرها هيكون غالي مش هيكون قليل، انا جايبها من بره مصر، الاس بي اف بتاعتها 30. الفكره ان هي فيها حمايه من الشمس، ودي من الحاجات اللي بتكون مفيده للشفايف عشان شفايفنا تفضل لونها حلو ما تغمقش او ان هي تسمر بسبب الشمس. عايز اقول لكم ان احنا كده يا جماعه بالثلاث منتجات دول احنا عملنا اساسيات روتين، سواء كان جامعه او مدرسه او الحياه بصفه عامه، من غير دوشه ومن غير منتجات كتير ومن غير لخبطه. صدقوني ده الروتين البسيط اللي انا بلتزم بيه في اغلب الوقت، اللي انا لو ما عنديش اي منتج بجربه لكم هو ده يكون روتيني الاساسي. وبس كده خلص روتين النهارده. بجد لو انتوا التزمتوا على ثلاث خطوات دول كل يوم وانتوا نازلين هتلاقوا بشرتكم فيها نضاره، وهتحسوا ان هي شكلها صحي من غير ما تضطروا ان انتوا تحطوا ميك اب وانتوا نازلين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا طبعا تشاروه مع صحابكم، وباي باي.